معروف وشاعر معروف. والله يحيي الجميع بكل الخير. بدايتي خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى مع شيخنا متعب، فتفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. تعليقك على الآيات العظيمة هذه يا شيخنا.